اشتباكات عنيفة اندلعت بين تنظيم داعش من جهة وعناصر البيشميرغا والشرطة العراقية من جهة ثانية في محيط فندق قديم كان استولى عليه مسلحو التنظيم وسط مدينة كركوك العراقية ويقع قرب مديرية الشرطة. وبعد ساعات طويلة من القتال انتهت العملية العسكرية باستعادة الفندق وفرار مسلحي داعش بعد مقتل عشرات منهم داخل الفندق، حيث لقي 6 من مقاتلي البيشميرغا حتفهم أيضا. فجروا سيارة أمام مقابل الفندق، بعدين قالوا أكو 2 إرهابيين 3 إرهابيين فوق، فهسه الجماعة صعدوا قتلوا 2 من عندهم، واحد همنا مصاب، هسه هذا ينتهي العملية. في موازاه ذلك اعلن الجيش الامريكي ان طائرات التحالف الدولي شنت خلال الساعات الماضيه 12 غاره على مواقع لداعش في العراق و6 في سوريا، ترافقت مع قصف مدفعي للمنطقه واشتباكات بين التنظيم والجيش السوري الذي اعلن احراز تقدم في المنطقه الواقعه قرب طريق دمشق الدولي. المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض من جانبه اعلن مقتل 22 عنصرا من عناصر التنظيم في معارك مع المسلحين الكرد في ريف مدينه عين العرب المعروفة كرديا باسم كوباني شمالي سوريا. وأضاف المرصد أن المعارك أسفرت عن سيطرة الكرد على 5 قرى من أصل 350 قرية يسيطر عليها التنظيم في ريف المدينة. قوات البيشميرغا استعادت الآن الكثير من الأراضي التي فقدتها في أغسطس الماضي، ومع ذلك يشكو قادة البيشميرغا أنهم لا يزالون غير مجهزين عسكريا مقارنة مع مسلحي داعش الذين نهبوا مستودعات الأسلحة العراقية عندما اجتاحوا الموصل في يونيو حزيران الماضي.